السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم هي طاجين القرنون بالجلبانة، ولا قرنون محشي بالجلبانة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة ونمر على بركة الله للتحضير. اول حاجة نقيت القرنون تاعي ودرته في الماء والعصير الليمون. تقدروا ديروه في الماء وعصير الليمون ولا في الخل والماء باش ما يسودلكمش. وهذه الحبة حبيت برك يعني نوريكم كيفاش تنقيو، يعني المبتدئات. ولا هكذا كوبيو بالموس، قطعوا هذاك العرق الخشين، ومن بعد بالورقة حتى تخلصوه. نحيو هذيك الزوائد وهذاك الأخضر اللي من تحت بس كيقعد يابس في الطياب. وبرس الموس حفروا هذاك الشعيرات. ولا هكذا يفو نتوي لاختي شو ونلفي بيان نتوي الكور. وهنايا نص حبة ليمون حكوها مليح باش ما يسودش. فخوت بيان لو جي لو ان دومي سيترون افيك ان دومي سيترون بور كي نوارسي با. وهنا نجي للحشوة ولا لا فارس. عندي هنا واحد 400 غرام تاع اللحم، واحد 400 غرام اللحم رحي، لحم مفروم بيون داشي، مع حبة بصلة مفرومة. درت غير الربع تاعها، جي مي لانكار دو دان اونيون هاشي. جي غابي اون غوس داي، حكيت ثاني سنه ثوم. وعندي المعدنوس درت كميه، يفو اجوتي اون بون دو ا بو بري دو كويير ا سوب دو بيرسيل هاشي، واحد زوج مغارف كبار. وهنا عندي خبز التوست شمخته في الحليب ونعصرو ونزيدو. درت هنا واحد ثلاث ترونش تاع ذاك الباندمي هذا ولا توست، بصح ما درتوش كامل. Voilà, j'ai trempé 3 tranches de pain de mie dans le lait et je les rajoute dans la viande. Je rajoute un blanc d'œuf, zout bayad, bayda. Ou le ham hadar, on y dira fi le melh ou le tawabil. Donc la viande, j'ai déjà mis le sel et les épices. Hakda ou hchiouhom mlih mlih. Le khobz de toast avec, il dira comme le hachoua tariya, il dit. Oui, il dit le kofu le kemia ta l'ham. وعمروا هكذا مليح مليح لاختيشو تاعكم ولا القرنون تاعكم وضغطوا. ونواصل حتى نخلص الكامل الحبات. وهنا نجي نحضر الصلصه تاعي ولا لاصوص. عندي نص مغرفه كبيره زبده مع زوج ثلاث مغارف زيت هكذاك. اون دومي كويير ا سوب دو بور افيك دو ا تخوا كويير دويل. يشفي غوفنيغ لو غيست دو لونيون، نقلي الباقي تاع البصله اللي قعدت، حبه البصله اللي مفرومه. ونزيد نحك زوج سنات ثوم، جو غاب دو غوس داي، وخليهم يتقلاو دقيقتين حتى لثلاثه حتى يذوبوا مليح. جلي في غوفنيغ دو تخوا مينوت. وهنا نزيد كريات اللحم اللي قعد لي، باسكو اللحم اللي قعد درتو كريات لا فيوند دي بولات دو ريست دو لا فيوند و لو ريست دو لا فارس. جي في دي بولات افيك جي في لي فير روفنير افيك لونيون سي. خليهم يتقلاو مع البصله والثوم شويه. ونمرق بالماء الغالي، جاجوت لو بويونت ان ليتر دمي ا بو بري، ندير يطره ونص هكذاك. ولا عدتو رايحين تحضروه في الكوكوطا ديرو غير يطرى، ما تكثروش بزاف في الكوكوطا. هنا نزيد توابل، عندي شوية كسبر مرحي كوريوندون بودر، كمون، كوما، فلفل الكحل بوابغ نوار، شوية زنجبيل جنجامبر. وهنا عندي مغرفة تقريبا معمرة تاع قهوة كركم كركما والملح والسال. ما تكثروش التوابل بزاف، ديرو غير بشوية، ديرو غير شوية. وعندي هنا راس عندي عرق معدنوس هكذا درتو طول ما قطعتوش. وعندي هنا كمشه كبيره تاع جلبانه، اون بون بواني دو بتي بوا. خليهم يطيبوا غير 5 دقائق ومن بعد نزيد القرنون تاعي. الجلبانه ما تكثروش باش يبان بلوس القرنون كو الجلبانه، يعني هو طاجين قرنون اصلا. هكذا 5 مينوت يج راجوت لي كور دارتيشو فارسي. والنار من بعد خليوها ضعيفة اف دو لي سيكوير 30 تا 45 مينوت. انا نخليه هنا يطيب على نار ضعيفة مدة 30 حتى 45 دقيقة. ولا درتوه في لا كوكوت مينوت خليوه يطيب 20 دقيقة. هكذا راني هنا خليته 45 دقيقة. ولا شتوه نشف لكم بزاف زيدوا الماء، الماء سخون. فوالا راني هنا طفيت عليه، جيت لو فو
وهذا هو الطاجين تاعنا، يعني ما يطلبش وقت طويل ويجي بنين ويجي هكذا كما في رمضان طبق رئيسي، ورانا في وقت الجلبانة والقرنون. ها هو كما كنتم تشوفوا شهية طيبة، وبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.